لما هترقى ان شاء الله وابقى مدير مش هشتغل خالص، وهسيب الشغل للي تحتيه وهنديهم التاسكات وانا هفضل قاعد كده ببص كده وكده. المفاجأة ان ده واحد من ضمن اكتر الاخطاء اللي الناس بتقع فيها. الناس فاكرة ان كل ما هعلى فيه الوظيفة مش هشتغل واخلي لغيري يشتغل، انا اشتغلت وتعبت وخلاص ما بقتش قادر، هم يشيلوا الشوزان ما شلنا الطين. طبعا كل الافكار الغريبه دي كلها واحده من الافكار، انا ضحكت لان ده بيفكرني باحدى الاشخاص اللي اتعاملت معاه. ده الحقيقه واحده من الافكار السلبيه جدا جدا واللي مش صحيحه تماما. طب ليه؟ لان المدير كل ما بيكبر كل المسؤوليه بتكبر عليه. انت هنا بقيت عندك مسؤوليه مش بس على نفسك، على افراد كمان حواليك. كمان من النقاط المهمه ان المدير لما بيكبر هو مش بياخد كوانتيتي، هو بياخد كواليتي. يعني مش بياخد شغل العادي الصغير، لا ده بياخد شغل بس تقيل، حاجه قيمه. فدي بتحتاج تفكير اكتر، اناليتيك اكتر، تحليل، حاجه تعظيم وتعقيدات مهمه جدا. فمن المهم جدا انك تعرف بان المدير مش كل ما ارتفع في الشغل هو بيتخفف صحيح من الشغلانات اللي هو طبعا بيعمل ديليجيشن او تفويض للي تحته ان هو يتحملها، ولكن من المهم جدا ان يكون عندك تحديد وفكره وادراك، ان يكون عندك احترام. مش لما اكبر ما تحطش ده في بالك، هسيب الشغل اللي تحتيا واسيبهم قاعدين وامشي الف واخرج وبعدين ايه، خلصت الشغل طب خلاص واقعد اتفرج على افلام ومسلسلات وضيع. لا، انت دلوقتي بقيت مسؤول اكتر من الاول، لازم تتابع الموظفين اللي تحتك، كمان لازم يكون عندك قدر من الاهتمام بجودة الشغل، تسوبرفايز او تحكم او تدير او تقيم العملية اللي قامت بها الشغل. كل الامور دي بقت مسؤوليتك. خلي بالك لما بتكبر في المكان او الشغل المسؤولية مش بتتخفف، انت على العكس المسؤولية بتتقل، والموظفين اللي بيشتغلوا معاك واللي بيشتغلوا تحت ادارتك لما يبصوا لك وانت قاعد بتلعب وبتجري وما بتشتغلش، ده بالعكس ده هتقل من نظرهم جدا، وكمان هتفقد من رؤيتك ومنظرهم ليك. ولا عكس، لو شايفينك بتشتغل بتتابع الشغل بتشوف ده بتقيم ده بتراجع وراهم، لا ده بالعكس هيقدروك وهيحترموك. وكل ده تخلي بالك منه، مش كل ما تكبر يقل شغلك، كل ما تكبر هيزداد المسؤولية وكمان هيزداد القدرة على العمل بطريقة أفضل. خلي بالك يا مدير.